وزي ما كريم قال كده في ملفات كتيرة، بس خلينا نبدأ بالمدارس لأن يعني ده الملف الأبرز حاليا واللي بيهم بيوت كتيرة جدا عندنا. يعني أنا دلوقتي وديت ابني المدرسة مثلا، والمدرسة أنا مش ضامن هو بياكل إيه بيشرب إيه، لأن هناك الأطفال حتى ممكن يجيبوا لبعض حاجات ياكلوها بتاع، فإزاي أقدر أسيطر على ده وفي نفس الوقت إزاي يبقى في تغذية صحية إن أنا ابني ما يتخنش؟ إن في أطفال كتير جدا فترة المدرسة من السويتس والحاجات دي بيتخنوا وصحتهم بتبوظ خالص بعد فصل الصيف. يعني خلينا مبدئيا الأول ناخد الموضوع من الأول، من ليلة انك ما بتصحى تروح المدرسه. يعني هو الطفل بيصحى الصبح يروح المدرسه ليلتها. لو الطفل اكل اكله كبيره او دسمه او فيها كل تقيله زي ما بنقول ومتاخره ونام بعدها، فيصحى الصبح هو مش قادر يفطر. عشان بس الامهات اللي بتيجي الصبح تقول لابنها يلا اتفضل افطر، ده انت رايح المدرسه واول بريك او اول فسحه هياخدها مثلا بعديها بمده زمنيه طويله، فيقول لك انا مش قادر. لو رجعتي بالزمن لورا شويه هتلاقي قبليها بيوم هو خد وجبه دسمه، وجبه تقيله، وبالتالي بالتبعية هو مش هيقدر يفطر. فبنطالب الأمهات إن هي ليلة يوم المدرسة آخر وجبة يأكلها الطفل قبل ما ينام بساعتين لثلاث ساعات كمان، عشان تتهضم كويس، ينام حتى ينام مرتاح يقوم. يعني في أمهات أطفالها بتنام أكتر من 8-9 ساعات وبيقوم الطفل برضو لسه جعان نوم، لأنه ستيل، والناس الكبيرة برضو لأنه ستيل لسه المعدة مرهقة بسبب عملية الهضم اللي حصلت والمخ فاصل. فاحنا عايزين الأمهات تبتدي من يومها كده، هيصحى الصبح هيبقى قادر إنه ياخد يفطر قبل ما يروح المدرسة. حلو. انا رايح المدرسه عشان ابذل مجهود ذهني، يعني ابذل مجهود ذهني مش مجهود عضلي، يعني مش رايح العب رياضه. فبالتالي عايز كل الطرق وكل الوسائل اللي تخلي المخ يبقى صاحي وفايق. الامهات بترتكب جريمه بقى في اول يوم الصبح، ان الطفل مثلا بيقعد زي ما قلت لك بياخد مده زمنيه على ما بياخد الاول فاصل عشان يقدر ياكل، فالامهات تبدا تديهم فول الصبح ظنا منها ان ده بيفضل مخلي الطفل شبعان لاطول فتره ممكنه، في حين ان ده بيحط حمل زياده على المعده، فبالتالي الدم بتاع الجسم بيبدا يتجه للمعده عشان عمليه هضم الفول مش عمليه سهله، عشان الموضوع يتم بصوره سلسه، فبالتالي المخ بيتاثر. إيه ده؟ فبيفضل ايه ده بقى ده؟ يعني احنا دلوقتي الناس الموظفين اللي بيفطروا فول ده بيأثر على ادائهم في الشغل؟ لو انت بتشتغل تبقى مصيبه لو بيأثر، بس انت مش واخد بالك يا دكتور انا المعني بالكلام ده. ده كده دمرنا ده فريق عمل كده. فهمت بقى احنا في الفاصل كده الدنيا ماشيه. في مؤسسات هتتدمر، هتمنع، ده هيبقى قرار. لا بجد والله. صحيح، اي حاجه فيها مجهود ذهني ومطالب ان المخ يبقى حاضر ما تحطش حمل على المعده كبير. ضربت لنا فريق العمل كامل. اقسم بالله بقول لك انا حضرت شويه، انت شفت الموقف ده. ففكره انك تحط حمل يعني تخلي المعده تبذل مجهود عنيف في عمليه الهضم، فالدم كله بيروح للمعده عشان الجريمه دي ما ينفعش تستنى. اوكي. وبتحصل لمده طويله، فاكتر عضو بيتاثر بسبب عمليه خلل الهضم ده هو المخ. فبالتالي تلاقي وظائف المخ اتاثرت، بتلاقي نفسك مش مركز، بتلاقي نفسك لو انت بتتابع مثلا عمليات حسابيه بتلاقي المخ مش حاضر، لو بتتابع حتى زي ما احنا بنتكلم في الاستوديو هتلاقي المخ برده مش قادر يسعفك. ليه؟ لان استيل المعده لسه بتبذل مجهود عنيف.